السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم جميعا في قناتي على اليوتيوب. اسمي هو مريم حسين من العراق، وانا مقيمة في امريكا. ارحب بكم بالجميع في قناتي المتواضعة. اول شيء اني اشكركم على الاشتراكات واللايكس، واشكركم على التعليقات اذا كانت سلبية او ايجابية. اني ارحب بالجميع اذا كانوا عراقيين او اي بلد عربي شقيق يعني يدخل قناتي، يعني أشكرهم دي يشاهدون فيديوهات مالتي. اليوم طبختنا هي المعكرونة البيضاء سباجيتي، هذا يا اسمه ألفريدو صوص. هذه أنواع من الجبنة. أكو واحدة عراقية حجت وياي بالتليجرام، قالت لي إذا تقدرين تصوريها أو عدش أنا حصورها، حشوفت شلون تنطبق شلون أطبخها، لانه اني وقتي قصير فمرات ما يكون عندي وقت، فاني اسفه جدا اسفه. اني هسه رجعت من الشغل هوايه تعبانه وما مسحت الميك اب ولا اخذت التسريحه مالتي، بس طبخت هيك على السريع وقلت اقعد وياكم نتونس ونتسلى وناكل ونحكي. طبعا اكلتنا هاي كلش طيبه واني احبها واموت عليها. تعبانه، كلش تعبانه، جايه من الشغل تعبانه هالكانه. تعبانة، هخلص أكل أسوي لي جلاس قهوة وأسبح وأنام. اليوم رحت لما رجعت من الشغل رحت على هاي صديقتي، شي داز نيلز، قلت لها ما أريد هذا اللون الجوزي الترابي، غيري لي إياه اللون، سوي لي إياه مثل فضة، هيك شيء أبيض على فضة. فغيرت اللون يعني مال الأظافر مالتي. هذه أظافر يعني مثلا تلزق بال، يعني أظافر موجودة هاي تبقى هيك 10 أيام أسبوعين، بس تغيرين اللون مالتها، فما اعرف شو يسموها. تخيل جيبي لك امنتي من كاسه مثلي، سوي لك سباجيتي وقاعدي اكلي. موسخه نفسي، مو موسخه هنا حلقي نفسي. أكو فيلم موجود بالنفلكس، أكو فيلم موجود بالنفلكس، ححط لك صورته هنا عمود تشوفيه هنا له هنا، اسمه ذا ميست. إذا عندك نفلكس، إذا عندك نتفليكس تقدرين تشوفي هذا الفيلم. الفيلم هذا كتبوا عليه بالصحافة، المؤلف كتبه بطريقة جميلة جدا، عبر بالشخصيات، نماذج أنواع من الشخصيات الموجودة بالحياة. الفيلم هذا لو تفرجتي شفتي، هو فيلم رعب، فيلم رعب يعني مخيف، بس بي شخصيات، انواع واشكال من الشخصيات. خيم لو تشوفي حيعجبك هواية، عجبك قصة مالته حلوة. اني شفته لما شفت الصحافة دا تحكي عليه، هذا الفيلم عنده 15 سنة على ما أعتقد، بس الصحافة حكت عليه، قريت عنه فدخلت أشوفه. لما شفته للفيلم
شفت بيه أنواع كثيرة من الشخصيات ومن البشر. واحدة من الشخصيات طبعا أنا قاعدة بالبيت دا أتفرج دا أشوفها، كنت بس داريت أخذ مسدس هيجي أضربها موتها. هاي المرية الشخصية اللي لعبتها لعبت شخصية دينية. هو الفيلم مرعب، الفيلم مرعب، طلعوا بيه شيء، طلعوا أشياء يعني شوفيه، طلعوا نماذج من الشخصيات والأشكال، وهاي دا يشوف الناس لما أنت توقعين، لما توقعين في مشكلة، خلي نقول وقعتي يعني في مشكلة أنت ببيتك، دا يشوفك شلون تحلين المشكلة بالعقل. الله اعطاك عقل لازم تحليها، يعني ماكو اي شيء تقدر يعني انت اوكي. هم كانوا محبوسين بالسوبر ماركت، وكان اكو ضباب، جو ضباب، فكان اكو حيوانات كل ما تطلعين تهجم عليك، فانت ما تقدرين تشوفيها بس الحيوانات تقدر تشوفك، بس هو ضباب ما تعرفين من يا صفحه حيجولك. فحبسوا بالسوبر ماركت. بالسوبر ماركت الناس اكو بعض الناس الله طاها عقل يعرفون يستخدموه، حاولوا بانه يريدون يطلعون، يريدون يشوفون طريقه على مود يخلصون نفسهم قبل ما يدخلون عليهم ويقتلوهم هذول النوع من الحيوانات. فطلعوا شخصيات كثيره بالفيلم. أكو واحدة من الشخصيات دمرتني خيتي، كنت دار داخذ مسدس وقتلها. شخصية دينية هاي الشخصية الدينية، شوفي الناس واصلين للموت، الناس محبوسين واصلين للموت، وهاي الشخصية الدينية دمرت نصهم. يا ريت تشوفوا هذا الفيلم. شوفي شنو معناته، اوكي شنو كدت الصحافة عنه؟ كدت الصحافة عنه بانه الانسان لما يوقع مشاكل ابوك ما يفيدك، امك ما تفيدك، انت لازم تحلين المشكلة مالتك. كتبوا بالصحافة على أنه أي إنسان يدخل في مأزق، في مشكلة، في مصيبة، في مرض أي نوع، أنت لازم تقومين على رجلك وتخلصين نفسك وتحلين مشاكلك وتحللين أنت وين توصلين. إذا دخلتي أي نوع، أي شخصية أو أي نوع من النوع، مثلاً هسه أنا وقعت بمشكلة، سألت صديقتي وسألت غيرها وغيرها، هاي هواية حصير مشاكل، فمعناته الله طاش عقل إذا أنت ما تعرفين تحلين مشاكل، ما تعرفين تخلصين مشاكل مالتك، شلون يعني حتستمرين بالحياة؟ هاي مو معناتها تبقين أنت برأيك، تكونين تثبتين برأي، نو، إليك الحق تاخذين آراء أخرى، بس إذا أخذتي كثير من الآراء حتدمرك. أنت دائماً من تبعين الفشي، انت الله طاش عقل، حاولي بانه انت تشغلي وتعرفين شلون تحلين المشكله. هاي الشخصيه الدينيه بالفيلم قتلت كثير من الناس ووقعت ناس واحد على الاخ. هاي الشخصيه الدينيه اللي مثلتها هاي الممثله، شوفي شنو معناته، شوفي شنو كتبوا عليها بالصحافه. قالوا الدين الأنبياء، شوفي شنو كتبوا، انتبهي على هالجملة، قالوا الأنبياء الله نزلهم وجابهم إلنا على مود يعرفون الدين شنو، بس إحنا البشر ما عرفنا نستخدم الصح مصلحتنا، استخدمنا الدين لأشياء كتبوا، يعني هم كتبوا بالصحافة استخدمنا الدين لأشياء مصلحة، يعني
اتمنى فهمتي وصلت الفكره. شوفوا الفيلم على مود توصلكم الفكره اكثر واكثر. اكو واحد بالفيلم قتلها بالمسدس، اني هي دا تحكي وهاي كنت دا اريد اضربها للتلفزيون، للتلفزيون كنت دا اريد اضربها، وهذا واحد ممثل وياها بالفيلم، يعني هذا نوع من الشخصيات قتلها. قلت سبع عبالك، يعني هيك قمت من مكاني قلت سبع عفية شاطر، زين قتلتها، كان لازم تقتلها. هاي الشخصية دمرت كثير من البشر، هم واقعين ومحبوسين. شوفي هذا الفيلم حيوصلك الفيلم هذا مكتوب بدرجة مدروس ومكتوب، والممثلين البي كلش رائعين، عنده 15 سنة. شوفي هذا الفيلم عم تعرفين أنا شنو دا أقصد. اللي احكيش على فد واحد همينه، اكو فد واحد هنا انا بامريكا، الله لا يكذبني، قبل سنة لو سنتين واحد اكو هنا انا بامريكا حجر مكتوب عليه 12 لغة حجر. فد واحد قبل هيك سنة سنتين راح على هذا الحجر، هذا الحجر على اساس مكتوب ب 12 لغه، مكتوب على انه هيك حيصير بينا وهيك حيصير، كل كلاوات مع الحكومه. فقبل هيك السنه السنتين الله لا يكذبني، واحد رجال الساعه 4 الصبح فجر لهذا المكان وهذا الحجر. فالشرطه بلغ سوت كفاله، رادوا يعرفون هو منو على مود يلزموه يعني يحاكموه، لانه حاولوا يوصلوا ما قدروا. تعرفين لما تعرفين لما ذاعوا هذا الشيء بالأخبار الناس كلها كذبت، الناس احنا اللي عايشين بأمريكا وأني واحدة من عندهم. قلت له الشرطة لزمتها هذا الولد، يعني كلنا حنقوم ضد الشرطة. لو تشوفين التعليقات الموجودة هنا باليوتيوب لما ذاعوا هذا الخبر، شوفين الناس كلهم قالوا يا الشرطة إذا لزمتها شوف شو راح نسوي بالشرطة. والرجال هذا سبع زين فجره للصخر، الصخر هذا دمر كثير عقول من الناس، سوى أفكار، دخل أفكار وإيش أشياء بعقول من الناس، يعني عقول هواية بيحكي مو زين. شوفوه هذا موجود باليوتيوب شارحين حتى باللغة العربية، بس أنا دا أقول لك يعني دا أقول لك يعني رجال زين سوى راح فجر للمكان. والشرطة ما لزمته ولا دورت عليه ولا حاولت تعرف هو منه، خافت من الناس لأن الناس كلهم قاموا ضدهم، كلهم كتبوا تعليقات، كلهم قاموا حكوا وسووا فيديوهات بأنه إذا الشرطة حاولت تلزمه يعني الناس كانت حتقوم على الشرطة، فالشرطة خافت الشرطة. هذا عصير مانجو، وهذا عصير أورانج، وهذا ووتر. خلي نقول لك إياها على الطريقة حلوة، نقول لكم إياها على طريقة حلوة، نقول لكم إياها على طريقة حلوة. سمعي خيا، هذا مانجو وهذا أورانج وهذا ووتر. أحبكم أشكركم على كل شيء تسووه القناة. تابعوني وإن شاء الله حقدمكم فيديوهات جديدة، تابعوني في الحلقة القادمة. Thank you so much. I love you and I appreciate you for doing everything for the channel. Goodbye.